مرحبا، اسمي رامي عثمان، أنا أعمل في سفيرة ديمقراطية، أعمل لدى اللجنة الانتخابية لولاية فيكتوريا، وأعلم المجتمع لدينا عن التسجيل والتصويت في الانتخابات في ولاية فيكتوريا. ستجرى انتخابات ولاية فيكتوريا في نوفمبر تشرين الثاني. يحق للمواطنين الأستراليين فقط التصويت في الانتخابات. إذا كنت مسجلاً للتصويت، يجب عليك التصويت. من يمكنه التسجيل للتصويت في انتخابات الولاية؟ جميع المواطنين الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر. إذا لم تكن مسجلاً، رجاء التسجيل. إذا كنت مسجلاً بالفعل لكنك غيرت اسمك أو عنوانك مؤخراً ولم تقم بتحديث بياناتك بعد، فيرجى القيام بذلك. يجب عليك التسجيل أو تحديث البيانات الخاصة بك مع VEC بحلول الساعة 8 مساءً يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. يمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت أو يمكنك استخدام نموذج مدفوع. لدينا استمارات تسجيل متاحة على الإنترنت ب20 لغة. إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت ترغب في الحصول على مساعدة، يرجى الاتصال برقم خدمة المترجم الفوري على 929-0100 أو زيارة موقعنا الإلكتروني vec.vic.gov.au واختيار شعار المترجم الفوري.